أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: إذا قلد العامي عالما موثوقا بعلمه ودينه، ثم جاءته فتوى مخالفة لهذا العالم من عالم آخر، ماذا يصنع؟ ما دام أنه يثق بعلم من استفتاه ويثق بدينه يبقى على فتوى، يبقى على فتوى ولا يتركها، لأنه يعني يثق بعلمه ودينه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.